ازاي الشر تملك وازاي الشر ارتفعت سطوته وسلطته وازاي ان الناس اختارت الشر عن انها تمشي مع ربنا. ابي مالك ابن الجارية راح قتل اخواته السبعين ولاد جدعون وصار هو رئيسا على اهل شكيم والمنطقة ديت، وجه اصغر اولاد جدعون وقال للناس الاربع امثلة بتوع الغابة لما الشجر راح يعمل ملك، قال لهم على الكرمة والزيتونة والتينة، وقلنا ان الكرمة والزيتونة والتينة يمثلوا الكنيسة الممتلئة بعمل الروح القدس، الكنيسة اللي كل حباية فيها زي التينة كده مرتبطين ببعض بقشرة واحدة هو محبة المسيح، الكنيسة المفدية بدم المسيح. لا يمكن ان هذه الكنيسة تصير بدل المسيح ولكن هي جسد المسيح، ودي بتمثل حياتي انا. ان انا هل انا عندي دايما استعداد اكون ابن ربنا ولا انا on my own؟ اقولها لكم كده بطريقة بسيطة خالص، لما بيبقى ابنك صغير بيبقى تحت ايدك، تعال هنروح الكنيسة يجي الكنيسة، تعال هنعمل يعمل، اول ما بيكبر شوية او بالذات بعد ما يسوق بيسوق العربية ويسوق فيها يقولك لا انا مش رايح الكنيسة، انا رايح اسهر مع اصحابي، رايح اخرج، رايح اعمل. احنا بنعمل مع ربنا كده طول ما احنا حاسين بضعفنا في مرحلة طفولة، بنبقى متكلين على ربنا، فنبقى احنا برانش في الزيتونة او الكرمة او جزء في التينة. لكن اول ما بنحس بنفسنا ان احنا قادرين على ان احنا نعتمد على نفسنا وبنمشي امورنا بنفسنا ونقدر نعيش حياتنا من غير ما نحس ان ربنا ليه دور كبير، نبتدي نبعد عن ربنا. فبتكون النتيجة ان احنا بنختار العوسج، وان العوسج ده شجر شوك، والشجر الشوك ده الشيء العجيب انه هو شجر قابل للاحتراق بسرعة، ومش بس كده ده بيحرق معاه ارز لبنان. يعني ايه بيحرق ارز لبنان؟ يعني هنا في مبدأ، انت عارفين احنا عايشين في عصر في امريكا بيسموه age of tolerance. يعني ايه age of tolerance؟ يعني اللي جنبي ده عايش مع واحدة من غير جواز ماليش دعوة، زميلي في الشغل homosexual ماليش دعوة، كل واحد we tolerate each other. بس الموضوع ده انا مش بقول لكم طبعا روحوا اصلحوا باليد يعني، لكن اللي انا عايز اقوله لكم هنا ايه، ان الانسان بيبتدي يتعود على ان الخطية تبقى ايه حواليه. يعني مين كان يتصور ان لوط اللي عمه ابراهيم هذا الرجل البركة الاب الاباء كلهم، يعني اب الاباء اللي هو يعني، واعتقد لوط كان حلو خالص بدليل ان الوحيد اللي طلع مع عمه، لما جاله الملكين في لوط في سدوم وعمورة وهو مش عايز الناس تاخدهم تزني معهم لان الناس لقيتهم جمال قوي فعايزين يزنوا معهم، قال لهم خدوا بناتي، ابتدى يبقى الفكر ده مقبول بالنسبة له. واخدين بالكم؟ فالإنسان بيتأثر بالجو اللي هو موجود فيه. ففي آية بتقول كده إن ربنا هيقصر الأيام الأخيرة لألا يمد حتى المختارين أنفسهم أيديهم إلى إيه؟ إلى الشر. يعني عارفين إن بيقولك this is the name of the game، إن boyfriend girlfriend is okay، premarital sex is okay، marijuana is okay، كل دي حاجات المجتمع بتاعنا القانون بتاعنا بينزل مش بيطلع. يعني مفروض ان القانون الروحي يبقى اعلى قانون والقانون المدني يجي وراه، لكن القانون المدني بتاعنا عمال ايه يضرب، فابتدت حاجات كتيرة تبقى اوكي. الحقيقة برضو عشان انصافا للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، في فضيلة جميلة جدا انا بحبها جدا في المجتمع الامريكي هي عدم الكذب. يعني حتة عندهم يزنوا بس ما يكذبوش، يعني انا ريلي ابريشيت، يعني دي حاجه كويسه قوي. لكن طبعا احنا بننقل على مزاجنا نجيب حته من هنا وحته من هنا، فالكوكتيل في الاخر بيبقى صعب شويه. وجاء بملك ملك عليهم، وزي ما شفتوا ان ازاي في الاخر هم صاروا عليه وموت هو اهل شكيم كلهم وحرق المدينه، وبعد كده راح
واحدة ست رمت عليه رحاية، حجر رحاية موتت وكسرت دماغه ومات. فهو اتحرق بمعنى انه مات وهم ماتوا. وده بيحط لنا مبدأ روحي مهم لازم يكون قدامنا، ان الخطية بتبتدي صغيرة لكن بعد شوية الخطية بتملك على كل حياتي. يعني ما فيش واحد كده يعني بيبتدي مثلا اقول لكم ايه، يسلم نفسه للغضب يقول انا هقتل ابدا. في الاول تلاقيه مثلا ايه يحتد يقول كلام صعب، وبعد كده يعجبه طريقته ويندرج يندرج لغاية ما بص تلاقيه يجد قدام الآية اللي بتكتب المقدس بتقول ايه، اغضبوا ولا تخطئوا. وربنا قال اغضبوا ولا تخطئوا ليه؟ عشان يطلع الفنت ده اللي بيوصل الانسان ممكن انه يقتل. وهكذا كل خطية ما بتبتديش بخطية كبيرة، بتبتدي بايه؟ الزنا بيبتدي بنظرة، السرقة بتبتدي بقلم او ورقة وهكذا. فالشعب ابتدت الخطية الصغيرة في انه اتفق مع ابي مالك على اخواته، ودي كانت بالنسبة لهم يعني ده انت لحمينا وهم مش لحمينا بلاش يتملكوا علينا. لكن في النهاية ايه اللي حصل؟ كل الدنيا دي ايه؟ اتحرقت. اما نيجي لإصحاح العاشر يعني ناخد هدنة شوية من الحروب والقتل ده، لكن بنلاقي ثلاث مواضيع لطاف خالص في الإصحاح العاشر. اتنين قضاة حلوين، كل واحد فيهم مذكور فيه كم آية صغنططون كده خالص. وبعد كده الله المؤدب شديد الحنان. أنا ليه بقولها كده؟ لأن إحنا أحيانا تلاقي البيت يا الأب يا شديد يا الأم حنينة، واحد فيهم واخد خط واحد. ليه إحنا ما بنقدرش إن إحنا نحتوي الاتنين مع بعض؟ يعني أبقى في وقت حازم جدا وأبقى في وقت حنين جدا. هتشوفوا ربنا في الموقفين دولت في الإصحاح ده. يقول برضو أحب أقول قبل ما تدي في الإصحاح إن أبي مالك لم يكن من قضاة إسرائيل، هو الأبسط حاجة لأنه مش من الشعب ولأنه هو اختصب الحكم ده بإيده، مش هو اللي قالوا له تعالى خده يعني. وقام بعد أبي مالك لتخليص إسرائيل. أما يقول قام بعد أبي مالك مش معناها أن أبي مالك كان قاضي، ولكن بعد الفترة اللي عاش فيها أبي مالك. الملك القاضي اللي قبل أبي مالك كان جدعون، سوري اللي قبل تولع كان جدعون، لكن أبي مالك ليس قاضيا ولكنه مغتصبا للسلطة والرئاسة. وقام بعد أبي مالك لتخليص إسرائيل تولع ابن فواه ابن دودو رجل من يساكر كان ساكنا في شامير في جبل إفرايم، فقضى لإسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شامير. كل سيرته ايتين. هما طبعا ما كانش في احداث كبيره في الوقت ده علشان كده ما تذكرش حروب او حاجه. لكن الشيء الجميل بقى هو الاباء ياخدونا كده في عمق روحي يقول لنا ايه، شمير يعني اشواك، شمير يعني اشواك، وتولع يعني دوده، فدوده از، فبيجي منها اللون بيجي برضو الحتة القرمزي دي. فالأباء يقولوا لنا ان تولع اللي هو الدودة دي الحاجة الكائن البسيط جدا ده عاش في أرض أشواك، وعلى الرغم ان هو من سبط يساكر لكن كان قاعد في جبل إفرايم، يعني كان قاعد في الأرض بتاعت إفرايم. والأباء يعملوا مقارنة جميلة جدا بين أبي مالك العوسج وبين تولع الدودة التي عاشت في الأشواك. إزاي؟ أبي مالك كان هو نفسه إيه؟ شوكا، كان عوسجا، كان شوكا، وحرق اللي مشيوا معاه وموت نفسه. بينما هذا التولع على الرغم من أنه عاش في أشواك لكن الأشواك دي كانت بتخليه يطلع اللون القرمزي اللي هو بيدي الصبغة الجميلة اللي هي رمز الخلاص بالدم. واخدين بالكم يعني ايه؟ يعني تولع ده اللي هو دودة على اشواك، لو انت مشيت دودة على اشواك حجر لها ايه؟ هتتجرح، هتنزل دم. فبيقولوا هنا ده ببساطة يعني المعنى الروحي هنا ايه، فرق بين الانسان يكون هو نفسه شوكا وبين انسان يحمل الشوك.
او يحتمل الشوك. فبلاش ان انت نفسك تكون شوكة في ظهر حد يعني، او تكون صليب حد، او تكون تعب حد. والبابا شنودة دايما كان يقولك ايه، ياريت انك تكون مصلوبا ولست صالبا. فهنا الاباء قعدوا يقارنوا بين ابي مالك اللي هو شوكة، هو نفسه شوكة وحرق كل اللي مشي معاه، وبين تولع القضاء دولت بيرمزوا للمسيح. ومن ضمن الرموز ديت اقدر اخد الاية اللي اتقالت عن المسيح، جثته المعصرة ايه؟ وحدي. فيبقى هنا ياريت ان انت في حياتك على الارض كمثل للمسيح، انك تحتمل الالم دون ان انت تكون سبب الم للاخر. يعني الاباء عندهم مبدأ روحي جميل كده، يقولوا ايه؟ يا اخي في كل شيء تعالى باللوم على نفسك. تخيلوا احنا لو عملنا المبدأ ده في حياتنا مع بعض كأسر مثلا، ليه عملت كده؟ انا اسف، معلش انا هاخد بالي، لكن ايه اللي اسف دي؟ دي اسف دي بقت عملة ايه؟ نادرة، محدش يقول انا اسف. عندنا مبررات وعندنا ردود دايما. انا فاكر واحنا شباب صغير لما كنا نروح الدير، كانوا اول درس يعلموه لنا هما كلمتين، ما تتكلمش في الدير، تقول كلمتين اتنين، هما ايه؟ حاضر واخطيت. اعمل كذا، تقول ايه؟ عملت كده ليه؟ اخطيت. طب ما انا ممكن برضو يبقى لي رأي يعني، مفيش حاجة اسمها كده. وقعد انا فاكر كان راهب من افريقيا يقول لنا ايه؟ انت بتعمل عسل اسود بالطحينة، انا هخليك تعمل عسل ابيض بالطحينة، هتقول ايه؟ نقول له حاضر. حاجة اسألك، انت ليه عملت عسل ابيض بالطحينة؟ اقول له اخطيت. شوفوا انتوا بتضحكوا، لكن صدقوني لو احنا نعمل مع بعض كده هنريح، هتلاقي الحياة بقت اسهل كتير قوي، هتلاقي الحياة بقت اسهل، غير ما كل واحد ماسك لمؤاخذة مدفع رشاش للتاني عشان يقول له انت صح وانت غلط، حاضر وايه واخطيت. فلو انت ماشي في شوك، ياريت تقول له ربنا ايه؟ اسندني. وانتوا عارفين بتاعة الفوت برينت، القصة اللطيفة دي، ان لما الشوك بيكتر هو بيشيلك، لان انت لما بتقبل ان تحمل الالم هو يحمله عنك، لكن لما بترفض انك تحمل الالم هو بيتركك لنفسك. وده اللي حصل مع اهل شكيم لما رفضوا ان هم يبقوا تحت سلطان ولاد جدعون، قال لهم طب يلا بقى روحوا مع ايه؟ مع الاخ ابي مالك. فكانت النتيجة ان كلهم ايه؟ ماتوا. فقضى لاسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شمير. يعني على الرغم ان هو برضو دفن في الشوك، منطقة الشوك دي، لكن هو انسان يكفي ان يتقال في سيرته ان هو كانت فترة فيها سلام، كان ساكنا يعني في سلام. الواحد الثاني، القاد الثاني، ثم قام بعده يائير الجلعادي فقضى لإسرائيل 22 سنة وكان له 30 ولدا يركبون على 30 جحشا ولهم 30 مدينة منهم يدعونها حوث يائير إلى هذا اليوم هي في أرض جلعاد. ومات يائير ودفن فيه قامون. يائير يعني المنير، والاستنارة دايما رمز العمل الروح القدس فينا. فيبقى أولاني مسبوغ بالدم محتمل الألم، والتاني زيت الروح القدس، زيت عمل الله باين فيه. فيقول ان هو هذا اليائير جلعادي، جلعادي يعني من أرض ايه؟ جلعاد. قعد 22 سنة، واللي قبليه 23 سنة، يعني نقدر نقول ان هم قعدوا 45 سنة في نوع من السلام. اما موضوع ان كان ليه 30 ولدا، طبعا شفتوا المعدل نزل، جدعون كان عنده 70، ده عنده 30 بس. 30 ولدا يركبون على 30 جحشا ولهم 30 مدينة. في الوقت ده وفي المنطقة دي كانت الحصانة مش معروفة، فاللي كان عنده جحش ده ايه؟ ده راكب مش ماشي. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ ده راكب مش ماشي. الناس كلها كانت ايه؟ ماشي، لكن ولاد العز كانوا ايه؟ راكبين، حتى لو راكب جحش. فبالنسبة لهم ده يعني ستاتس، يعني زي ما يقول. فتلاتين ولد هنرجع لها، وتلاتين جحش، ده سلطان،
30 مدينة مش 30 مدينة، مش بمعنى مدن كاملة كده، لكن هي مزارع وبتتبني فيها بيوت للخدم والعمال وكده، يعني زي منشن كده، زي رانش، عارفين الرانشز بتاعت أمريكا؟ زي رانش كده. ايه موضوع 30 ده؟ الآباء ما بيسيبوش الحاجة تعدي كده. قال لك مدام هو بيتكلم على الاستنارة، مدام اسمه يشير إلى الاستنارة، يبقى 30 دي رمز المعمودية السيد المسيح لما كان سنه 30 سنة. وفي السنة دي، في المرحلة دي، حل الروح القدس بوضوح كده، وسمعنا صوت الآب بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه سررت. وكان معمودية المسيح ده إعداد لينا إحنا عشان نقبل الإيه؟ المعمودية. وإحنا هو رسم وضع رسم لنا إيه؟ مثالا. فكان إحنا لما بناخد المعمودية بناخد بعديها حلول الروح القدس في الميرون، وده هو عمل الإيه؟ الاستنارة. يبقى ده تأكيد على عمل الروح القدس وتأكيد على عمل الاستنارة. أما يقول يركبون على 30 جحش، يعني متسلطين عليهم، والجحش أو الحمار دايما بيرمز للجسد. فالذي يستنير بعمل الروح القدس يستطيع أن يقول مع بولس الرسول أقمع جسدي وأستعبده. يبقى يستطيع أن هو يركب الجحش ده، ما هو بيركبوش عشان يقع من عليه، بيركبه وهو إيه؟ يخوض. ولهم 30 مدينة، معناها أن الذي له عمل الروح القدس في حياته هو مثمر. أنت تكون كمدينة حصينة. يبقى شوفوا الجمال، الذي يحتمل الألم هو مثل المسيح، والذي ينير رمز العمل الروح القدس هو رمز أيضا للمسيح في حلول الروح القدس في عمل وثمر الروح القدس. منهم يدعونها حوت يائير. حوت مع حوت يعني حظائر أو مزارع. يائير إلى هذا اليوم هي في أرض جلعاد. نسب يائير الجلعادي في رأيين، لكن يعني الرأي الغالب ان هو من سبط منسى، فانا بحبش ادخلكم في تفاصيل دراسية. الجزء الاخير في الاصحاح ده هو الجزء الاكبر شوية، يقول وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. يعني بعد 45 سنة رجعوا تاني، وده بيخلينا دايما حذرين. اذا كنت انت قائما فاحرص ألا تسقط. ذلك الكنيسة بتعلمنا أن التوبة مش مرحلة إحنا بنعدي عليها، ولكن هي حياة بنعيشها. يعني إيه الفرق بين الاتنين دول؟ يعني النظام الحياة مش أنا كنت بكذب وبطلت أكذب فخلاص الحمد لله دي حاجات بقى إيه ورايا، أنا دلوقتي بقيت سبوتلس وسينلس والكلام ده. الكلام ده مش صح، لأن في عدو واقف متربص بيك. إبليس عدوكم يقول مثل أسد زائر ملتمسا من إيه؟ فالشيطان حتى احيانا في جهادنا الروحي يسيبنا شويه، ما يحاربناش. واول ما احنا نكسل كده، بمعنى ايه نكسل؟ يعني انا في جهاد الروحي بصلي بانتظام، بقرا الانجيل بانتظام، بعترف بانتظام، بتناول بانتظام، ما بفوتش قداس، ما اجيش الاربعاء والجمعه كده على المغرب اقول بقى لا خلاص يلا بقى ايه سندوتش جبنه يسد، وماشي كده بايه بضمير دقيق قدام ربنا. الشيطان يقول لك سيبه شوية خليه يفرح، وبعد كده يدور لك على نقطة ضعف انت تبتدي تتكاسل فيها، انك تترك صلاة، تترك قراءة انجيل، تترك مجيء الكنيسة، وتلاقيه يخبطك خبطة جامدة. فعشان كده التوبة مش محطة بنعدي عليها، ولكن هي حياة ملازمة لينا. والانسان الشاطر هو انسان دائم فحص ذاته، وزي ما ابو عمر قال كده احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا ايه عليك. انا بحب موضوع السلوب بتاع الكيرف، انا قلتها لبعضكم، عارفين لو شفتوا انتوا منحنى كده وشفتوا نقطتين ورا بعض في المنحنى ده يطلعوا حاجه اسمها السلوب. الجماعه بتوع الرياضه يفهموا الكلام ده. معدل المنحنى ما بين نقطتين متتاليتين على كيرف على منحنى كام؟ صفر. صفر غير ملحوظ. لكن لو انا تنيت احط صفر جنب صفر جنب صفر الاقي نفسي كنت ماشي كده وبعدين انتهيت ايه كده وانا مش ملاحظ. عشان كده ربنا لما بيحط لنا الاحداث ديت هي من اجل تذكيرنا،
لألا نهمل خلاصا هذا مقداره. يقول وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. المعنى هنا اللي برضو الشيطان بيحاربنا فيه ان احنا احيانا نتيجة جو الحرية اللي احنا عايشين فيه نفتكر ان الخطية دي قرار شخصي، ان انا اعمل الخطية دي حاجة ايه تخصني انا. بالعكس، ده الجماعة كلها يا اما جماعة مقدسة يا اما في وسطك حرام يا ايه يا اسرائيل. يعني قداسة الفرد تنعكس على قداسة الجماعة، قداسة الفرد في البيت تنعكس على قداسة البيت كله. مش روح انت وعيالك الكنيسة وانا مالكيش دعوة بيا، او الحاجات اللي بنشوفها ديت، لا، من اجلهم اقدس انا ذاتي. فالشر هو اهانة لله، او زي ما بيقول هنا كده يعملون الشر في عيني الرب. وعبدوا البعليم، بعليم ده اله الايه الشمس، والعشتاروت اله القمر، وآلهة آرام ملكوم وشركاء، وآلهة صيدون، وآلهة مؤاب، وآلهة بني عمون، وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه. متوالية تنازلية. وهنا بتبتدي بوضع زي اللي شفناه مع في العهد القديم لما لقيناهم بيعبدوا الله وفي نفس الوقت عندهم أفود وإيه وأصنام، اللي هو مبدأ التعريق بين الفرقتين. الشيطان ما بيحطش أهداف كبيرة مرة واحدة، عنده استعداد إن هو إيه، عارفين المثل بتاع how to eat an elephant، إزاي تأكل فيل، bite by bite، يعني حتة حتة. يقولك أعبد ربنا زي ما أنت عايز، بس اقبل فكر عدم إيمان، اقبل فكر قلق وعدم ثقة في الله، اقبل فكر شهوة، اقبل فكر ان ربنا مش معتني بيك، اقبل اي حاجة. واول ما تبتدي تقبل كل شوية ايه يزود لك حتة، يزود لك حتة، لغاية ما تلاقي نفسك ايه فقدت كل حاجة. كم اله هنا؟ لو انتوا عديتوا الاله دي هيطلعوا كم؟ هيطلعوا سبعة. ده معناها ايه؟ ان الموضوع ما تحول بالنسبة لهم مش عبادة، الموضوع يتحول بالنسبة لهم عدم امان ربنا. لان مين فيهم الاله؟ وفي واحد، ده مبدأ العبادة ان الواحد يعبد اله واحد، لكن الواحد لما يعبد كل دول ده معناها ان هو ايه؟ لا يعبد الا نفسه. فحمى غضب الرب على اسرائيل. ربنا لما بيلاقي احنا بنترك محبته بنعمل شر في عينيه، حمى غضبه على اسرائيل، ويقول تعبير بقى صعب، وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. المؤدبين في الحالة دي دلوقتي الفلسطينيين وبني عمون. يعني ايه باعهم؟ ما عملش صفقة وقبض، بس سابهم لايه؟ للفلسطينيين وبني عمون. عارفين الآية اللي بتقول يكفي الشرير شره؟ عارفين الآية اللي بتقول الذين رفضوا أن يستبقوا الله في أذهانهم أسلمهم إلى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا ينبغي؟ الشر يا أخواتي عامل زي النار، والواحد لما بياخد الشر في حضنه بيبقى هو عامل زي القش. تلاقي النار والقش يعملوا إيه مع بعض؟ يولعوا بعض. تلاقي واحد قاعد لا بيه ولا عليه، الشيطان رماله فكرة غضب والفكرة عمالة تكبر وتكبر وتكبر، ويحد يروح خبط فيه وتلاقي الدنيا كلها ولعت. ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ لان اما بنرفض ربنا، ربنا بيتركنا لشرنا. يقول كده حتى يمتلئ كأس ايه؟ غضبه. صحيح ربنا حنين، انا بحب ما تاخدوش وان اكستريم لاين، لازم تبقوا عندكم المفهوم الوسطي اللي هو ان ربنا رحيم، لكن في نفس الوقت ربنا ايه لا يقبل الخطية. يعني بحب جدا المثل اللي قاله احد الاباء، لا تخف لان اللص اليمين خلص، ولا تستهتر لان اللص الشمال قلك. ده واحد كان على يمين المسيح، واحد على شماله، يعني الاتنين جنب المسيح. اللي قال له اذكرني يا رب واحنا بعدل جوزينا يوم تكون معي،
بالفردوس. اما اللي قال له بقى كنت انت خلصنا ومش عارف ايه وكده، مع نفسك بقى انت تحاسب. اما ربنا هنا بيقول باعهم ليد الفلسطينيين وبيد بني عمون، معناها ان ربنا شال يده الحافظه. صدقوني يا اخواتي، ده بولس الرسول لما قال به نحيا ونتحرك ونوجد، ده كان عينيه اتفتحت، شاف ان هو ما يقدرش يعمل خطوه من غير ربنا. ده احنا بنقول انا النهارده هعمل وهعمل وهعمل، تعمل ايه يا عم؟ انت تضمن النفس اللي بتطلعه تعرف تدخله تاني؟ تضمنش. عشان كده دايما بنحب نقول ان شاء ان احيانا الرب وعشنا، او ان شاء ربنا. فكل اللي عمله ربنا ان هو شال ايده. ربنا قال لهم انتوا عايزين تختاروا الشر، انا هشيل ايدي. هتحصل ايه بقى؟ يقول فحطموا ورددوا بني اسرائيل في تلك السنه، يعني الفلسطينيين وبني عمون اذلوا بني اسرائيل. رددوا دي يعني عارف لما تمسك حاجه وتخبط تخبط فيها، بتبان بالذات مثلا لو عقله او عود قصب وتلاقيه فشفش كده مش قادر يقف على نفسه، يعني اتردد. زي ما قال قصبه مردوده لا يقصف، يعني قصبه ما تقدرش تقف. فبيقول هنا فحطموا ورددوا بني اسرائيل في تلك السنه 18 سنه. ملاحظين حاجه؟ ان كل ما الشعب بيتقسى كل ما العقاب بيكبر، لان العقاب يتناسب مع الايه؟ مع الشر. قبل كده كان العقاب في حدود قد ايه؟ 7 سنين. المره دي خدوا ايه؟ 18 سنه. بتفكركم بحاجه 18 سنه دي؟ ليها حاجه في العهد الجديد؟ نازفة الدم. جميع بني إسرائيل الذين في عبر الأردن في أرض الأموريين الذين في جلعاد، وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا وبنيامين وبيت إفرايم، فتضايق إسرائيل جدا. يعني شرق وغرب الأردن كلهم تعبانين وكلهم تحت نير بنو عمون، وفي الجنوب الفلسطينيين. الشيء الحلو اللي بنتعلمه من هذا الشعب ان لما حسوا بالالم والتعب، انتوا فاكرين قبل جدعون كانوا يزرعوا والناس يجي تاخد الزرع بتاعهم. يقول فصرخ بنو اسرائيل الى الرب قائلين اخطأنا اليك لاننا تركنا الهنا وعبدنا البعلين. الحقيقة انا اشكرهم على هذا التعليم، لان احنا بقى عندنا موضة دلوقتي لما احنا نبعد عن ربنا والامور تلخبط معانا نقول له لماذا يا رب؟ لماذا يا رب الناس كلها، الناس الأشرار ماشيين وحالهم كويس وأمورهم، اللي بيكذب واللي بيسرق واللي بيعمل، وأنا يا رب تعبان وأنت إيه يدك كده وعصاك إيه تقوت عليا؟ لا، دول قالوا ده بسبب إيه؟ ده طريق التوبة، رجعوا لنفسهم. يقول فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين. كلمة فصرخة يعني شدة الطلب، يعني مش مجرد ايه نصلي وخلاص. هل انا لما بصلي بصلخ بوصل في الطلبة بتاعتي لهذا الصراخ؟ انا ما اقصدش الصراخ بالصوت العالي، انا اقصد الصراخ اللي من قلبي، زي حنة كده ام صموئيل كانت بتصرخ لربنا وعلي فكرها ايه؟ سكرة. أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعليم. رجع الشعب يعرف خطأه ونفذوا الآية اللي بتقول أذكر من أين إيه سقطت وتوب. فقال الرب لبني إسرائيل، هنا بقى أنا كل الجزء ده العنوان بتاعه الله المؤدب للأجل الإيه؟ التوبة والخلاص. فقال الرب لبني إسرائيل أليس من المصريين والأموريين وبنو عمون والفلسطينيين خلصتكم؟ والصيدونويون والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم؟ دول كم شعب؟ 7 شعوب وصاد 7 إيه؟ آلهة. يعني كل ما يروحوا يعبدوا إله يبقى في شعب يتسلط عليهم. لكن هنا ده كلام كله على الفترة الماضية كلها، المصريين من ساعة ما كانوا في مصر، والأموريين لما خرجوا، بنو عمون قبل كده، والفلسطينيين قبل كده، وكل دولت هم انتصروا عليهم وربنا ادالهم نصر.
وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أخلصكم. خلي بالكم أول مرة نشوف صراخ ولا أعود إيه أخلصكم. إحنا أحيانا ما بنقدرش نبقى زي ربنا كده، لأن الشعب ده شعب كل ما ربنا يطبطب عليه يروح يعملوا إيه، يخملوا الخطيه، يزنوا بعيد عن ربنا. هذه المره الله المؤدب ويقول لهم اهو سبع شعوب خلصتكم منها، وانتم رحتوا عبدتم سبع الهه غريبه. كلمه صعبه ان ربنا يقول لا اعود ايه اخلصكم، مش كده؟ الواحد دايما بيتخيل ان هو يقول له رب توبني فاتوب، يلاقيه كده زي مثلا الابن الشاطر خده في حضنه وقال له ايه يلا الحلة الأولى. لا، أوقات في حاجة اسمها ربنا يدخلنا في موضوع اسمه التخلي. اللي بيقروا فيكم في الروحيات يفهموا الموضوع ده. ليه؟ علشان الواحد يتحمص روحيا. يجي داود يقول له أبارك الرب الذي علم يدي إيه؟ القتال. أنت عايز تعمل إيه؟ هتغلط؟ بعد ما مشيت معايا هتغلط؟ طب أنا هسيبك بقى إيه؟ تجرب كده شوية وبعد كده هنشوف. اوعوا تفتكروا ان ربنا يقسو على شعبه، ده هيقول حاجة بعد كده يعني مش ممكن من الحب والحنان. لكن هو بيقسو عليهم بالظبط زي الاب او الام اللي بيعلم ابنه او بنته المشي فبيحبي فيسيبه ويقع. طب هو عايزه يقع؟ مش عايزه يقع، لكن عايزه يتعلم الايه؟ المشي. عايز يتعلم ان هو يتكل على ربنا. امضوا واصرخوا الى الآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. انت اتكلت على فلوسك، روح خلي فلوسك ايه تنفعك. تلاقي البورصة راحت عاملة دايفنج وراحت الفلوس، طب فين الفلوس؟ روح للفلوس خليها تخلصك. اعتمدت على صحتك خليها تخلصك، هتعمل بيها ايه؟ كل الحاجات اللي احنا بنعبدها دون الله. فقال بنو اسرائيل للرب، ما جاش بقى احنا زعلانين من ربنا، ده احنا صرخنا يعني من عمق القلب وهو قال لنا لا اخلصكم. فقال بنو اسرائيل للرب اخطأنا، فافعل بنا كما يحسن في عينيك، انما انقذنا هذا اليوم. نوع من الطفولة الايه الروحية، يعني كأنهم بيقولوا له اعمل اللي انت عايزه بس ايه خلصنا، احنا اي عقاب احنا ايه قابلينه منك. فقال بنو اسرائيل الرب اخطأنا، فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، انما انقذنا هذا اليوم. عملوا ايه بقى؟ ازالوا الآلهة الغريبة من وسطهم. وهنا نقف عند مفهوم للتوبة. مفهوم للتوبة ان مش هقول ان انا غلطت وخلاص. يعني احيانا نيجي نصالح عيلة مثلا مع بعضها، يكون زوج مثلا بينفعل وبيغلط، فخلاص يا ابونا انا اسف. طب يا عم هتعمل كده تاني بقى؟ لا بقى، ما خلاص بقى، ايه اللي خلاص بقى ده؟ التوبة معناها انك انت تذيل الاثر بتاع الحاجة اللي انت عملتها. حكيت لكم انا عن موضوع الخشبة والمسمار. ايه الخشبة والمسمار؟ كان في واحد دايما يغلط، فكان في الناس، فابونا يروح يقول له اعتذر، فيعتذر. وقت حلو قوي يغلط ويعتذر. بس ابونا كان يقول له ايه؟ كل ما تغلط دق مسمار، وكل ما تعتذر شيل المسمار من الخشب. فيجي يقول لابونا انا غلط واعتذرت، فابونا بعد شويه قال له هات لي الخشب، وريني الخشب. لا، الخشبه كلها ايه؟ خرام. ما الخرام دي موجوده. لذلك في كتير من الخطايا بتحتاج تصحيح، بتحتاج تصحيح قبل التوبه ما تكون توبه كامله. بمعنى ايه؟ فرض واحد سرق حاجه، يروح يقول لابونا اخطيت ويقول له ربنا يحلك وياخد الفلوس؟ ما ينفعش، هو
وإلا يبقى أبونا ده يعني محللاتي يعني. لازم كل واحد يحرص على إن هو فعلا يزيل الآلهة الغريبة. يزيل الآلهة الإيه؟ الغريبة. وعبدوا الرب. يبقى مظاهر التوبة الجميلة اللي عملها بنو إسرائيل هنا إيه؟ أول حاجة إن هما رجعوا لربنا وصرخوا لربنا. تاني حاجة إن هما قبلوا من ربنا إن هو لا أعود أخلصكم فلم يتركوه، أمسكته ولم أرخيه. تالت حاجة إن هما قالوا له افعل ما يحسن في عينيك بس انقذنا، يعني أنا ماليش علاج ماليش حل غير إيه عندك أنت. رابع حاجة إن هما عملوا فعلا عمل عملي إن هما أزالوا الآلهة الغريبة، وده اللي كان ربنا دايما بيقول لهم كسروا معابد الأوثان، شيلوا السواري، كل الحاجات ديت. الكلام ده وبعدين يقولوا عبدوا الرب، وعبدوا الرب. طب أنا عشان أطبق الكلام ده في حياتي أعمل إيه؟ أول حاجة أصرخ لربنا، يعني بإيمان أنا ماليش غيرك، وبعدين ما حسش باستجابة أقول له لا أنا ما حدش هيخلصني غيرك، اعمل اللي أنت شايفه بس أنت منقذي. وبعدين أرجع لنفسي ألاقي عندي شوية كبرياء، شوية كرامة، شوية ذات، شوية تصلف، شوية أي حاجة، أي خطية بقى. كل واحد لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. يبتدي الإنسان يزيل هذه الخطية، يعني يقدم عنها إيه؟ توبة، ويعبد ربنا، يعني يبتدي يعيش حياة مقدسة مع إيه؟ مع ربنا. بعد ما تعمل الخمس خطوات دول يقول آية يوريك بقى قلب ربنا الحنين. يقول إيه؟ فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. تعبير صعب جدا انه يتقال على ربنا، يعني تخيلوا ربنا بيقول على نفسه كده انه فيما هو يؤدبهم برفع يده وتركهم لشرورهم وطول اناته على انه ينقذهم وكل الحاجات ديت، هو من جو يعني ربنا نفسه متضايق. ليه؟ بسبب مشقة اسرائيل. احنا ياريت نكون عندنا البالانس في المعاملة ديت مع ربنا ومع أولادنا. يعني احنا للأسف بنخطئ في تربية أولادنا ان احنا بنتعامل بوان بوليسي، يا اما لا اخلصكم يا اما ايه يعني ماما يعني بابا، وخطاياك مغفورة لك قبل ايه اللي اي حاجة تعملها كله ماشي. ويطلع الشخص للمجتمع او يجي يتجوز ونلاقي مشاكل ملهاش اول من اخر، لان عمر ما هذا الشخص حد قال له انت غلط. فياريت ان احنا نكون عندنا التوازن دوت، اللي هو اقدر ان انا اكون حازم لكن في نفس الوقت يقول فضاقت نفسه بسبب مشقة اسرائيل. في واحد مثل للمسيح في العهد القديم برضو نفذ الحتة دي بحذافيرها كده، يوسف. يوسف كان يقف قدام اخواته وهو لابس ملابس الفراعنة المصريين، وانتوا سرقتوا وانتوا عملتوا وحبسهم ويعني ايه ويسجدوا له، وكان حاجه في منتهى القوه. وبعد كده يعمل ايه؟ يتدور جوه وايه ويبكي ويعيط. لكن هو كان بيعمل هذا ليه؟ من اجل تأديبهم. ولما عرفوا قال لهم اردتم بي شرا والله اراد بي ايه خيرا. ربنا يدينا هذه الروح. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو اسرائيل ونزلوا في المصفاة. ابتدوا بقى يحسوا ان هما ممكن يعملوا ايه حاجة. ربنا مين معاهم؟ ما هم عارفين النصرة من عند ايه؟ الرب. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه، اين هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فانه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد. يعني اللي هيبتدي الحرب هو ده اللي هيكون ايه الرئيس. هنشوف مين اللي هيبتدي الحرب المرة الجاية. تفتكروا مين؟ يفتاح الجلعادي. فنشوف المرة الجاية يفتاح هيعمل ايه. ربنا يحافظ عليكم ويدينا ان احنا نكون ثابتين في ربنا، نكون محتملين رحلة غربتنا في العالم، ونكون كده يعني مفرزين لهذا اللون القرمزي الجميل.
وفي نفس الوقت نكون منيرين لكل أحد بنور عمل الروح القدس فينا، ونكون في حالة صراخ دائم لربنا أنه يعيننا ويرحمنا ويكمل أيام غربتنا بسلام، ونحن واثقين أن ربنا معانا، وأن أما بيقول ضاقت نفسه تفكرني بالآية اللي بتقول من يمسكم يمس حدقة إيه عيني. اوعى حط دي في ودنك، اوعى تمر بألم وتفتكر ان ربنا مش حاسس بيك. بكل ضيقهم ايه؟ تضايق وملاك حضرتك انقذ. اوعى تفكر ان انت بتمر بألم وربنا مش حاسس بيك، لان دي حرب من الشيطان بيحسسنا ربنا قاعد في برج عاجي كده واحنا مجرد عبيد كده في الارض مفيش حاجة. لا، ربنا يعني نبضات قلبك دمعة، ده بيقولك لما تروح له يمسح كل دمعة من ايه؟ ربنا يدينا ان نشعر بهذا الحب الالهي فننجذب نحوه ونتوب عن اي خطية لكي ما نقابل الحب الالهي بحب اخر يكمل حياتنا بسلام. والمجد لله دائما. في اي سؤال في الكلام ده؟